تخطيط الجيد طبعا رقم واحد، بس لازم يكون عندي فلوس، لازم يكون عندي قدرة شرائية انا اقدر اشتري بيها فريق ولعيبة. زي النهاردة هبدأ بسيراميكا. النهاردة امبارح احنا كنا بنقول لكم، اول امبارح كنا بنقول لكم ايبوكا في مفاوضات ما بين المصري وامبي عشان ايبوكا يروح المصري. امبارح قلت لكم لا، ده سيراميكا دخل في القصة وسيراميكا عايز يشتري ايبوكا. النهاردة نادي سيراميكا اعلن رسميا ضم جون ايبوكا. جون ايبوكا لاعب نادي امبي انضم خلاص رسميا الى نادي سيراميكا، هيبقى هو مهاجم سيراميكا في الموسم القادم. صفقه قويه جدا لسيراميكا، والصفقه فيها فلوس وتبادل لاعبين. يعني نادي امبي هياخد اتنين لعيبه، هياخد اوفا اللي هو مهاجم سيراميكا اللي كان بيلعب في الشرقيه الدخان السنه اللي فاتت، بس اوفا كان اعاره من سيراميكا للشرقيه الدخان، رجع سيراميكا. فسيراميكا هيدوا اوفا واتولي، اتولي ده لعيب برضو مهاجم في نادي سيراميكا. ده جون ايبوكا اهو مع المسؤولين، مع الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي امبي. فكده ايبوكا هيروح سيراميكا، وامبي هياخد اتنين لعيبه من سيراميكا، هياخد اتولي واوفا، وكمان هياخد مقابل مالي، مقابل مالي يعني عشان ايبوكا يلعب في سيراميكا. وسيراميكا السنه الجايه جايب اتنين لعيبه تقال، جايب جون ايبوكا وجايب احمد ياسر ريان، يعني خط هجومي قوي جدا لنادي سيراميكا في الموسم القادم. شكل كده الاستاذ محمد ابو العينين وطارق ابو العينين المشرف على الفريق، وكابتن احمد سامي المدير الفني، بيعملوا فرقه جامده لسيراميكا في الموسم القادم. يعني بدايه كده خط هجومي حديدي، جون ايبوكا واحمد ياسر ريان. خلينا نروح للاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي امبي، اللي كان طبعا الفترات اللي فاتت دي او الفتره اللي فاتت كان فيه انديه كتير ترغب في شراء جون ايبوكا.